يحتاج إلى صبر، صبر وتحمل وصفح ومغفرة، واصبر نفسك مع الذين يدعون. يعني شنو؟ هذا الركن لازم الإنسان يصبر وياهم، يتحمل وياهم. هذا هو، لو مليون مصيبة يجيبون، هذا هو ايش قد هذول. على كل حال آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي بأمر من الله، من الله صبر. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. عزم الأمور يعني مثل الأنبياء أولي العزم، يعني هذه أمور جدا راقية. صبر وغفر عنوان ينهى، هم لازم الإنسان يصبر هم لازم يغفرها، مو يصبر يخليه بقلبه ما يفيد، يوميا ثلاث مرات بعدين فجأة الإنسان ينفجر. لازم يغفر، لازم يطوف، لازم يعفي.